بسم الله الرحمن الرحيم نرحب فيكم المشاركين الأعزاء في هذه الورشة ورشة فن الكولاج ومعاكم ضوية العلويات. طبعا أنا أشتغل في يعني تنوع كبير من الأشياء الفنية سواء يعني في الرسم أو اللي هو يعني الأبستراكت أو اللي هي الماتيريا المختلفة، ولكن طبعا هذا العشق اللي عندي قادني أكثر شيء إلى الكولاج. فالكولاج طبعا هو فن جميل، يعني أنا أحب أخبركم عنه في نبذة تاريخية بسيطة. يعني هو يقودك وأنت تشتغل في هذا الفن من حيث لا تعلم إلى السهولة إلى السلاسة. فن الكولاج يعني يبعدك عن الخوف من اللي ندخله في القياسات الفنية. يعني في فن الكولاج مثلا انت ما تخضع الى الصح والخطأ، تخضع اكثر شيء لاحساسك الفني وخبراتك. كل ما اشتغلت اكثر كل ما تحسن مستواك، وكل ما اتقنت انتقاء الادوات وفهمت اكثر في جمال العمل الفني. طبعا الكولاج احنا لما نجي نقول في اكثر شيء احنا نشتغله على الورق، والورق جاء اساسا شيء حي، جاء من اللي هو طبعا احنا اساسا من ورق الشجر، الجذوع، يعني اي شيء تخلف من الطبيعه من الشيء الحي. فبالتالي هو هاي قصاصات الاوراق اللي ممكن الواحد يرميها يقطها ويتخلى عنها، احنا ممكن نسوي لها حياه ثانيه. احنا لما نجي ونجمع هذه القصاصات ممكن نكمل فيها عمل فني جميل لا يمكن يخطر لنا على بال. طبعا بامكاننا نروح وندخل في هذا العالم، ممكن ندخل للابستراكت، ممكن ندخل للاعمال التجريديه، ممكن ندخل الى ايضا الرسم. واحنا اليوم راح يكون شغلنا تقريبا هو شيء من الرسم، يعني احنا راح ناخذ صورة إلى البورتري وبعدين إحنا راح نبني عليه مجموعة قصاصات الورق اللي ممكن الواحد يعني يجمعها من جرائد، من مجلات، من أي شيء يعز عليه ونشتغل فيها. أنا قلت لكم راح أعطيكم نبذة تاريخية عن فن الكولاج. هو تقريبا في القرن يعني الثاني حتى قبل الميلاد بداية يعني اكتشاف أو تصنيع الورق كان في الصين، والصين مثل ما نعرف يعني واصلوا في استخدام هذا الورق إلى أن جاء في فترة يعني اليابانيين اللي هم الشعراء، فصاروا يكتبون على هذه القصاصات، يدونون الشعر ويكتبونه ويلصقونه، وتطورت الحالة هاي إنه يعني هو كأنك أنت بتحفظ هذا الشيء اللي عندك وإليه قيمة، تحفظه في هذه القصاصات وتخليه. بعدين في القرن الثالث عشر الكاتدرائيات أخذت فكرة الكولاج بأنها تحتفظ بالأشياء الثمينة كمعادن، كمذهبات، يعني أشياء أحجار كريمة، بالإضافة أن ورق الشجر أصبحوا يذهبونه ويلصقونه عندهم في لوحاتهم ويظل في الكنائس، إلى أن تطورنا ووصلنا إلى تقريباً بدايات القرن العشرين. قام الفنان بابلو بيكاسو واشتغل على هذا الفن بأنه أضاف إلى لوحاته، وسار على نهجه كثير من الفنانين، ومنهم كان طبعاً عنده براك، وكان من بعده في فنانين طلعوا في هذه الفترة، وأنا يعني يمكن أكثر فنان يعني لفت نظري وصرت أطالع شغلا اللي هو روبرت راشنبرغ. روبرت راشنبرغ راح تشوفون أيضا إذا تدشون، طبعا الحين كل شيء موجود سواء على اليوتيوب، في بينترست، في يعني في الكتب طبعا موجودة هذه النماذج إلى تطبيقهم إلى الكولاج. طبعا بعضهم تمادى في الكولاج اللي لصق له يعني مثلا هاي روبرت راشنبرغ راح حتى لصق معزة ولصق دجاج ولصق يعني أشياء بارزة ولصق معادن وتايرات سيارات، يعني صار الشيء يعني أوفر، يعني هو وظفه إلى معاني متعددة. بس إحنا اليوم في شغلتنا
احنا لازلنا يعني مبتدئين وما ممكن يعني دفعه واحده نطلع ونلصق الشيء اللي نبغيه. احنا ننشد الجمال وننشد التعبير عن نفسنا. يعني راح تشوفون ان فن الكولاج اللي راح تشتغلون اليوم من حيث ما تدرون راح ياخذكم الى عالم جميل يخليكم تبدعون تبتكرون ومخيلتكم ايضا تتطور وتنمو. كل راح تشوفون نفسكم تتابعون الاشياء القصاصات والاوراق تحتفظون فيها. انا مثلا عندي صندوق يعني لا يكفيني واحد او اثنين قصاصات واجمع وعلى طول وين ما تجون في مرسمي راح تشوفوني اجمع هذه القصاصات لان فعلا تعطيني نتائج جدا جميله وقت ما ابيها. طبعا راح نبتدي بالدرس ودرسنا مثل ما قلت لكم هو عباره عن اي بورتري انتم ممكن تحبون يعني تشتغلون عليه. انا طبعا هنا في هذا البورتري راح اخضع اكثر شيء. انا مصوره صور بامكانكم ان تاخذون هذه الصور اللي هي لاشخاص انتون مثلا تعنيكم اشخاص تحبونها صور شخصيه. ممكن تاخذون اي شكل من البورترين. طبعا طلعت صور مبدئيا عشان بس انتون تشوفون واي واحد يتابع مثلا هذه الاعمال بامكانه يطبقها. اي صوره تخطر على بالكم اي حاجه انتون بتحبونها. انا طبعا مثلا راح اعطيكم مثل في هذه مثلا الصورة اللي موجودة عندي راح اطلعها لكم. مثلا هني احنا شغلنا راح يكون ضوء وظل في البورتري. الضوء والظل هو اللي راح تستخدمون فيه من ورق القصاصات اللي عندنا سواء جرايد او مجلات. الدرجة الغامقة وين تحطونها والدرجة الفاتحة وين تحطونها وراح تشوفون النتائج بعدين تطلع لكم نتائج حلوة جدا جميلة. هو مش رسم هو راح يكون عمل تركيبي بنائي يعني انتون تبنونه شوي شوي وراح تشوفون نتائج جدا حلوة. فحتى اللي ما يعرف يرسم راح نعطي امشي معاكم الحين تفصيل فقط اللي هي مرحلة شلون انا اخذ قياس الوجه. قياس الوجه مثل ما نعرف هو يعني راح ارسم لكم شكل بيضاوي ونقسمه او حتى بشكل مستطيل ونقسم الوجه. اذا كان الوجه مثلا يطالعني سيده مثل هذا هني دايركت سيده او اذا كان الوجه مثلا في ميلان بسيط مثل هذه. هاي انتم راجع لكم بس انا اليوم راح عشان اسهل عليكم راح اطبق معاكم الوجه اللي هو سيده سواء بنت او ولد ما في اي اشكال يعني ونشوف احنا شنو نطلع به. راح نبدا الحين شلون ان احنا نبدي رسم الوجه. لو جينا عشان هني نخطط الوجه عندنا مثل ما قلت لكم انا طبعا هني مجهزه مثلا ك وجه مثل ما قلت لكم القياس يعني الحين انا مجهزه وحاولت اني اضلل. نفس الشيء هذا هني جهزت الوجه يكون سيده وحاولت وين اضلل يعني هاي بشكل مبدئي يكون حقي يعني دليل مالي اساس انه اعرف انا وين راح احط الاماكن المضلله والاماكن الفاتحه. مبدئيا الحين نبتدي. اللي حاب طبعا انتم عندكم هذه الورقه مالتكم هذا قياسها. راح ناخذ تاخذون لي القياس نبدا مثلا من فوق هذا كقياس وانا مثلا راح امشي لو قلنا انه راح امشي على هذا الوجه مثلا كقياس سيده. شوفوا هذا الوجه انا عندي هذه المرحله وهذا هو كانه ماشي في مستطيل اوكي وبعدين كأنه هني عندي اكو تقسيمات وهاي تقسيمات. احنا دائما الى الوجه اللي طبعا اشتغلوا راسمين وجوه قبل يبين عندكم ان لما ترسمون الوجه كأنه اكو شوفوا شلون الوجه ثلاث اقسام
تامة. زين، وهذا القسم الثالث. اوكي، طبعا هاي قسم. انا الحين عشان اسهل عليكم، طبعا انا راح امشي بهذه الطريقة. اللي يبغي يشتغل ويكون يعني مرتاح، حتى ممكن يخطط فوق الصورة اللي عنده. مبدئيا راح نبدأ بأن احنا ناخذ القياس. مثلا انا راح أبدأ معاكم اكو بهذه الطريقة. لو بدينا ان احنا يكون هاي الوجه، اوكي، راح امشي عليه بالطول وراح اقسمه ثلاث اقسام. مثل ما قلت لكم احنا ما قاعدين نرسم، قاعدين نخطط. اوكي، هاي الثلاث اقسام اللي هي راح تكون عندنا. هاي الوجه اكو، اوكي، وهذا. طبعا الحين هاي تقسيمه العين، اوكي، هاي الحاجب مالها، وهاي من هنا بيكون عندي تقسيمه الخشم. هاي للي يكون الوجه عنده سيده، بعدين براويكم اذا الوجه يكون اوكي. هذا قياس الخشم. هاي هني راح تدخل العين، اوكي، هذه هني نطلع بهاي القياس، اوكي، وهذه. طيب انا الحين من الخشم كقياسات احنا عشان يطلع عندنا مضبوط، من الخشم نرتفع، نرتفع هني وين بيكون عندي قياس العين. قياس العين اقدر حتى بهذه الطريقه، اوكي، هاي اقيس العين، وهذه عندي هني العين، اوكي، ايوه. لان احنا شغلنا على وجه، احنا راح نشتغل على الوجوه طبعا، لان احنا اليوم درسنا بورتري، يعني انتوا راح تشتغلون على الوجوه، يعني اللي وصلكم حتى واصلنكم نموذج الوجوه. ارسموا الوجه باي يعني باي نسبه بسيطه، ارسموا هاي اللي انا بسويه لانها جدا بسيط. يعني انا قاعده ما اعطيكم رسم، احنا قاعدين بس نسوي اللي هو تبسيط. الى طبعا هني دائما كقياس احنا نجي هذه الكسره كي عندنا من بعد الوجه، اوكي، والخشم دائما تجي هني الاذن وهذه الاذن، اوكي، هاي الاذن، اوكي، اوكي. حاولوا ترسمون يعني على اساس انه بعدين يكون شغلكم بيكون التطبيق على الوجه. عندكم صور، انا طرشت ليكم صور، حاولوا ان تكون صور على الاقل تابعوها. في هذا الوجه هني عندي الضوء اكو والظل، انا بس راح اضلل ليكم عشان بعدين يكون واضح عندنا، راح اضلل يكون اسرع عندي. راح اراويكم بس منطقة الظل اللي انا راح بعدين، انتم ما يحتاج تضللون، انا بس راح اراويكم اياها عشان ان احنا بعدين نشوفها لما نجي نشتغل. الحين اسويها انا بس عشان تبين عندكم انتم واضحة، يعني هذه المنطقة هي اللي راح تكون منطقة الظل، اكي. انا طبعا راح اشتغل على بنت بعدين، بس اعطيكم هاي الصورة لان فيها ضوء وظل، يعني نشوف وين يتركز الظل والضوء. هاي المنطقة اكي، يعني اتمنى ان انتم تشتغلون الحين عشان على الاقل كل واحد يشوف شنو سوى، واذا في شيء يكون نرتبه معاكم. مبدئيا بس هي هذه، يعني كل هذه انا راح الصق على، يعني الحين انا اعطيتكم ضوء ظل، راح الصق عليها طبعا بعدين.
اللي حاب يسأل أي شيء يتفضل، لأن بس بعد الرسم راح أراويكم شلون نبدأ نشتغل على القصاصات. وطبعاً كلكم عندكم قصاصات وعندكم جرايد وعندكم أغراضكم اللي هي بإمكانكم أن أنتم تستفيدون تستغلونها، وكل واحد يشوف شنو عنده، لأن بتكون عندنا مرحلتين. الحين إحنا بنرسم، بنحاول نرسم، والنزلة هاي على الورق اللي هي اللي عندنا. أنا طبعاً هني مثلاً مجهزة هاي الصورة، اشتغلت على اللي هي صورة البنت اللي هي عندكم، يعني أخذت هذه كنموذج، أوكي، وجهزتها هني. أنا ما أحتاج أحط ضوء وظل، لأن أنا أعرف بعدين وين بحط، بس يعني كنموذج أعطيتكم هاي. كل واحد طبعا هو راح يشوف صورة اللي عنده، هذه كنموذج، أوكي. ف يعني هي في التنفيذ، أنا راح أنفذ على هذه، بإمكاننا نشتغل هذه. وبعد أنتوا مثلا يعتمد كل واحد شنو اختار من بورتري، يعني مثل ما قلنا مبدئيا احنا عندنا هذه الوجه، اوكي. فشغله جدا سهل، اللي حاب اني اعيد له رسم الوجه من جديد راح اعيد، اي واحد يبغي برد اعيد اليه. هاي طبعا نفس الشيء انا رسمته من شوي وحطيت الظل. يعني انا لو جيت الحين راح احط الكولاج، راح اجيب الالوان الدارك احطها في الاماكن والالوان الفاتحه هني، يعني بعد ما ابدا ونبدا تقطيع. فالحين اترككم تحاولون ترسمون، واذا في اي سؤال تفضلوا، كل واحده لا تترددون، لان عشان نمشي للخطوه الثانيه. الحين هذه الخطوه اللي هي خطوه رسم البورتري من غير اي يعني انه يكون شكل فني، لا، مجرد قياسات. وحتى لو كانت قياساتكم غير صحيحه مو مهم، لان يعني مو لازم يطلع واقعي، يعني ممكن يطلع ابستراكت، ممكن يطلع انتون لاعبين فيه، ممكن يطلع اي شكل، يعني مش لازم يطلع بيرفكت. يعني راح اعطيكم بريك الحين، تحاولون ترسمون ونشوف شنو وين وصلتون، نشوف المرحلة، واللي عنده أي سؤال يتفضل. مرحبا، رجعنا مرة ثانية. أتمنى طبعا أنكم تكونون رسمتون على الأقل مثل ما نقول شيء بسيط، لأن يعني هاي مبدئيا أنا هاي اللي سويتها، أكيد يعني مجهزتنها، ما يبغى لها أي شيء. أي بورتري مثل ما قلنا، أنا أخذت كنموذج هذا الوجه، هذا الوجه اخذته عندي. طبعا يعني انا عارفه وين الضوء وين الظل، وجاهزين. الحين راح اراويكم ان احنا نبغي نشتغل نركب الورق. اتمنى طبعا ان يكون الوقت كفاكم، وخبروني اذا احتجتون وقت خبروني، لان ممكن شوي نمدد البريك اكثر. بس الحين راح يكون شغلنا على هذه القصاصات. يعني أنا أخذت لي مجموعة واحدة من اللي هي جمعت من قصاصات الورق، المجلات، هي تكون تون متقارب من اللون الألوان. أنا راح أشتغل على هذه المجموعة، وعندي بعد مجموعة ثانية بعدين راح أراويكم إياها. هاي تقريبا مجموعة تميل إلى بين الماروني والأحمر، وفيها دارك راح أستفيد منه، وراح نشوف شلون ممكن نستفيد من هذه القصاصات اللي جمعناها. طبعا أنا عندي هنا مثلا كل مرة بجمع شيء، هاي تكون متقاربة إذا احتجتها. كلكم عندكم طبعا هاي المجموعة. الحين مبدئيا أنا أخذت الجلو الصمغ مالي، وعندي صمغ خشب، أفضل أني أزيده شوية ماي عشان ما يطلع لي سك يعني ويضايقني، لأن الورق مو ثقيل، يعني هاي ممكن أروح له وهو مركز بهالطريقة إذا أنا بلصق قماش. بس طالما أني راح يعني أستخدم ورق، والورق رقيق يعني ما هو، راح أضيف له شيء بسيط من الماي،
واحركه اوكي يكون جاهز عندي. حاولوا تجهزون انتم نفس الشيء القلو مالكم، انتم يمكن اللي عندكم مخفف اكثر، يعني هو موجود عندي فانتونا يمكن يكون اخف من اللي عندي، بس عموما جهزوا يكون عندكم الي ماي دحتشتون. يعني هاي الغراء اكو تقريبا عشان بس لما اشيله يكون مريحني، ما يكون يعني ثقيل علي وضايقني. راح استخدم البروش وقت اللي راح انزل على اللي هو الورق. في البداية احنا نحط قدامنا الصورة اللي راح نقوم تنفيذها مثل ما قلنا لكم، عشان تكون عندنا يعني مجال ان احنا نفهم وين الضوء وين الظل ونمشي عليها حتى نطلع بنتيجة حلوة. لازم نتابع، يعني مثلا احنا لو جينا في هذه الصورة مثلا في هذا البورتري، احنا اكو يبين عندي وين، شوفوا يبين عندي، يعني يبين عندي وين الضوء وين الظل. دائما هذه المنطقة تكون يعني طالما ان الضوء جاي من هذه الناحية لازم احنا ننتبه الضوء جاي من هني. في اماكن عندنا فيها اماكن سطوع، هذه المنطقة عندنا، هذه المنطقة عندنا، هني هاي المنطقة عندنا، هذه المنطقة اماكن السطوع، فهاي لازم نحافظ عليها لان هي اللي تعطينا جمال بعدين لنتيجة العمل. راح الحين نبدأ ونبدأ نشتغل بالورق، وراح تشوفون ان وين يكون اللون الدارك مثلا في هذه القصاصة شلون راح استفيد منها مثلا، وفي هذه القصاصة شلون راح استفيد من اللون الفاتح. وفي النهاية بإمكاننا يعني في الختام طبعا باللون، راح المرحلة الأخيرة راح أراويكم شلون نحن نستفيد من الألوان اللي عندنا اللي هي ألوان الأكريليك. أوكي راح نبدأ الحين اللي هي على طبعا شغلنا البورتري الجاهز. أوكي أنا في البداية راح أبدي تكون ما في خوف أقطع، عارفة أني راح أحط هني، وممكن طبعا تستخدمون المقص ما في أي إشكال. أوكي وممكن أنا حتى بهاي الطريقة أعرف وين القطع اللي راح أحطها أستفيد منها. هاي قطعي اللي هي الفاتحة راح أحتفظ عليها عشان ما أخسرها للأماكن الفاتحة. أوكي وهاي وهاي أكي، وراح تكون عندي قطع للأماكن الدارك أكي مثلا، أنا راح أشتغل على هاي. أوكي ونبدأ نركب، وما راح تكون هذه هي المرحلة الأخيرة إلى ان احنا حطينا ورق يعني خلاص ما نقدر نحط عليه، لا نقدر. يعني انا حطيت هذا وما عجبني مثلا، اقدر بعدين ارد احط عليه، وكل ما بنينا عليه بالورق يعطينا يعني سماكه حلوه، مو ما يكون في خطا. يعني مثل ما قلنا بالبدايه الكولاج هو عالم جميل وواسع يخليك تبدع وتبتكر، ويعني ما ممكن يزعلك ويقول لك لا انت خطأت ودمرت العمل، لا ابني عليه مرة ثانية وكمل مشوارك. الحين راح نبدي نقطع واشتغلوا، والله يخليكم كل واحد يحاول يشوف المجموعة اللونية اللي عنده، كل واحد وصلت مجموعة لونية حلوة يبدي يقطع ويشوف المجموعة هذه وين بتودي، يفصل بين الدرجات الغامقة والدرجات الفاتحة، لأن أنت عندك ضوء وظل لازم توظفه صح. أوكي نبلش، يعني أنا الحين مثلا قاعدة أشوف وين بيروح عندي الضوء وين بيروح عندي الظل، وممكن أستفيد منهم وبعدين راح أبدي ألصق. حاولوا تشتغلون واي شيء محتاجينه خبروني، لان يعني المجال مفتوح الى اي سؤال، وكل واحد يقول لو عنده اي اشكال او اي شيء. هاي القصاصات اكي موجوده، ممكن انا ابدي اوزعها وتطلع شكلها جميل وتمتد على مساحه الراس مثلا، اماكن الغامقه، اماكن اللي عندنا. راح ابدي الصق
اوكي، ومثل ما قلت لكم ما في شيء صح وخطا، في محاولات تشتغلون وراح تشوفوا النتائج حلوه. راح ابدي احط اللون، انا قاعده احط الجلو. اوكي، واشوف هاي الدرجه عندي اكي، وابدا اركب عليها. في عندي ممكن انا اضغط على الجلو، ممكن نضغط عليه. انا حاطه الكارت، ممكن انا اضغط عليه او انه يكون عندي كارت. انا حاطتني اكو عندي هاي الكارت، ممكن اسحب اساس اطلع اي فراغ الى فقاعات هواء داخله، او يعني حاجه ممكن تكون عندي. بدوا اشتغلوا وراح نشوف احنا وين نوصل. اوكي، يعني انا ماخذه الحين درجات تقريبا تعتبر درجات الماروني، ومو لازم ان انا اروح لدرجات، انا عندي درجات الجسم كي موجوده هني، بس انا ما بروح لدرجات الجسم، انا راح اروح لدرجات مغايره كلش تماما. نبدي الحين نحاول نشتغل في التركيب. لو حابين يعني الحين تاخذون راحتكم تشتغلون، راح اعطيكم بريك لو حابين اواصل اياكم، بس انا ابيكم تشوفون الحين مثلا شنو راح اسوي، وبعدين راح اعطيكم بريك، ابي اشوف شغل يكون كل واحد يشتغل بروحه ويشوف هو شنو النتائج اللي طلعها. يعني انا راح اغطي منطقة الوجه عشان ارتاح وانا اركب. اوكي، ونبدي نحط يعني هاي مثل ما قلنا مناطق السطوع، وبعدين طبعا باللون ما في يعني ما راح نتوقف، اللون اللي راح نضيفه بعدين راح يضبطنا اكثر، يعطينا درجة اللون اللي يعني بامكاننا نعطي تاتش اب من فوق بالالوان نفسها. اي سؤال؟ لا، مثل ما قلنا يعني احنا تحت امركم، وقاعده نشوف يعني شنو احتياجاتكم، خبروني، لان الموضوع جدا جميل وعباره عن يعني في النهايه بيكون الواحد كانه يفرغ طاقته السلبيه، يعني لو تعبانين هاي يريحكم. طبعا احنا ما نهتم الحين بان انا ارسم عيون او احافظ على العين، او يعني هي في النهايه راح تطلع عندي الاشكال، و بامكاني يعني طبعا انه اطلع بدرجات حلوه، وبامكاني حتى بعدين امسح على هاي الدرجه باللون اللي ممكن يطلع. ممكن تقصون بايدكم، ممكن تقصون بالمقص، يعني المجال مفتوح كل واحد وطريقته. نلاحظ هنا دي المنطقة لازم احافظ عليها لان هي منطقة سطوع. اوكي، فاني ممكن مثلا استفيد من قصاصة. مثل ما قلت لكم لو سويتها وما حبيتها بامكاني بعدين ارد اضيف عليها، احط عليها، راح تعطيني نتيجة حلوة. أسر طبعا احنا يكون
مثل ما قلنا هاي لنا اخليكم الحين لو تحبون ناخذ بريك كل واحد يشتغل على راحته واشوف النتائج لان يعني الحين بيكون عباره عن لصق وتحتاجون وقت فبخليكم تاخذون وقتكم اوكي ونشوف النتائج بعدين بس نلتزم بان عندنا اماكن ضوء وظل ونشوف شنو نطلع فيها بعدين يعني الحين انا مبدئيا قاعده اشوف القطع اللي عندي طيب راح اعطيكم الحين بريك 10 دقائق بشوف نتائجكم ونشوف شنو نطلع واني راح اشتغل اياكم بعد يعني ما راح اتوقف ونشوف كل واحد شنو بيطلع بنتيجه الحين عرفتون هاي الاتجاه ضوء وهاي الاتجاه ظل او حسب الصوره اللي عندكم نلتقي 10 دقائق بريككم واشوفكم ان شاء الله بعدين طبعا رجعنا الحين بعد البريك اللي اخذناه عشان نشتغل انا اشتغلت وياكم ولا زلت مواصله ولا يعني مثل ما تشوفوني وكأني اشتغل موزايك يعني انا يعني قاعده اركب القطع اللي هي عندي طبعا مثل ما قلت لكم القصاصات اللي عندي مجمعتنها لازلت قاعدة أشتغل وأقطع أشوف القطعة وين تروح لأن هي يعني تركيب مثل بازل يعني أنا أشوف وين تروح وين تجي شلون أستفيد من القطعة وحسب يعني حاجتي كضوء كظل وأبدأ أركبها فلازلنا يعني أتمنى طبعاً كم الكل يكون يشتغل وراح نشوف النتيجة يعني يا ريت أشوف شغلكم لازلنا يعني في الوجه هو يعني هو كل شغلنا عليه أصلا ونشوف النتائج بعد شوية يعني هي حين احنا في التركيب والتركيب هو مجرد التجميع وكأنما انت قاعد تاخذ هالمجموعة اللي عندك من يعني المجموعة اللونية اللي انت حصرتها تشتغل فيها وتحاول تركبها قد ما تقدر بشكل يعني متناسق يعني مثل ما نقول ضوء وظل راح تكون لعبتنا الثانية هي في استخدامنا لألوان الأكريليك بحيث ان احنا ايضا راح نمشي باللون بعد ما نكون ركبنا ويخدمنا اللون يكمل اي نقص عندنا حصل عندنا مثلا او يعني يسد الفراغ في النهاية يعني راح نطلع بنتيجة إلى العمل تكون نتيجة حلوة ومرضية مثل ما قلت لكم هذا العمل هو مش رسم هو تكوين إلى يعني احنا حاليا قاعدين ننقل صورة ما قاعدين نسوي شيء تجريد ولا يعني نشتغل في يعني عندنا شيء مفهوم عندنا بورتري وقاعدين نمشي على يعني الضوء والظل واي تفاصيل موجوده في هذا البورتري انا لازلت ابحث عن الورق المناسب ولازلت اخذ القصاصات مالتي واشتغلها طبعا اروح للالوان لشويه دارك ممكن تخدمني اروح فيها الى الشعر والالوان اللي تناسب الوجه انزل فيها على الوجه اوكي ف أبي يعني أعرف إن شاء الله تكونوا أنتوا وصلتوا لمراحل تريحكم وتكونوا طلعتوا إن شاء الله بشغل جميل يعني لأن تقريبا أنتوا عندكم أوراق حلوة جدا جدا يعني وصلتكم درجات مجموعات لونية من يعني اللي كان محطوط لكم في الأغراض مالتكم زين ف طبعا مثل ما تشوفون انا هاي الدرجه مثلا الفاتحه قاعده اخذها وانقلها في اتجاه الضوء من وين جايني الضوء انقلها اليه ونشوف يعني تقريبا الوجه صاير يكتمل شوي شوي و يعني تطلع نتائج الوجه بعد شوية راح يبين
إذا محتاجين أي سؤال، أي معلومة تبغون تعرفونها، أو في شيء مثلا محدد يعني، أو حاجة كذي مستعصية عليكم، خبروني. إحنا كل هاي خطاوين اللي قاعدين نسويها هي عبارة عن بناء راح يتم نكمله بعدين بال مثل ما قلنا بدرجات الأكريليك، وإن شاء الله يعني تطلعوا النتائج حلوة. وأتمنى يكون كل شيء مفهوم ليكم، لأن أنا قاعدة أشتغل ومستمتعة أشتغل معاكم. مثل ما قلنا يعني عالم الكولاج عالم جميل طبعا، إذا حبيتونه وبلشتون تشتغلون فيه راح تشوفون بعدين إنه يعني يساعدكم إن أنتون تبتكرون أكثر. مو شرط إن أنتون تروحون لرسوم يعني رسمة محددة أو صورة، لا يعني حتى أنا طبعا عندي تجارب متعددة في الكولاج ومن زمان وأنا أشتغل فيه، والكولاج ينشأ عندنا حتى وإحنا صغار، يعني وإحنا صغار نرص ألعابنا ونجي نلم المجموعات اللي عندنا مثلا ونرصها بشكل. الحين الفنانين يقول لك هاي فن، إحنا ممكن حتى نكون لعبناه وإحنا صغار من غير ما نشعر. طبعا اتمنى تفتحون تشوفون يعني بيكاسو عنده اعمال كولاج واجد، وكانت هذه فتره يعني اشتغل فيها بالكولاج وبدع فيها، وطبعا فتح افاق واسعه الى الناس انها بدات تتجرأ وتشتغل على هذا الفن. وطبعا هم يعني طلعوا الى مساحات جدا واسعه في هذا الفن، في يعني ما في قيود صارت عندهم، يعني اشتغلوا بلا قيود. يعني احنا مثلا ممكن نقول لا هذا يصح وهذا يصير وهي ما يصير، لا هم لا تمردوا، يعني هم فنانين ما عنده شيء يخليه يعني يمسكه كفنان، اللي يجيك على خاطره يطلع ينفذه. نفس الشيء انا روبرت راشنبرغ يعني حبيت شغله وشفت انه عنده مو بس يعني نقول مبالغة في، يعني أي شيء كان يريد يقوله قال عن طريق اللوحة، لدرجة أن عند روبرت عنده أعمال فنية إلى جانب هاي الأعمال، يعني كان ممكن يشغل معاها موسيقى، ممكن يجيب راقص، ممكن كانت يعني في أعمال حتى يعني كانت بتشتغل بالكهرباء وتطلع، وهي تعتبر ايضا من يعني هي الفن المفاهيمي مع فن الكولاج. يلا نتمنى نشوف وين وصلتون، كل واحد يعني إذا في مجال أشوف أشغالكم، أساس إذا محتاجين أي شيء أكون معاكم. إذا نلاحظ أنا الحين بستخدم هاي الدرجة الغامقة، راح أحطها في الأماكن الظل. هاي الدرجة الغامقة هني عندي تحت العين، راح أشوف عندي منو يسأل، راح أطالع يعني البنات أنا يعني أوكي ممتاز. الرسمة هني اللي أشوفها من لطيفة جدا حلوة، يعني أنا سوري إني ما كنت طالعت ما عندك كل شيء. طيب
اتمنى يعني طبعا خذوا وقتكم طبقوا، لان يعني هو كل الشغله انا بس يعني ابي اراويكم وين نحط الضوء وين نحط الظل. الله، هاي شغل منو؟ مريم، شغلش جميل جميل، روعه. والمجموعه اللونيه ماشيه فيها جدا صح مريم، ممتاز. الله، وهاي شغل منو؟ هاي جدا روعه. هاي شغل ما ادري، ما مبين عندي الاسم، بس روعه، ابيض واسود، تحفه ترى، وماشيه جدا صح. يعني الحين عندي هاي هني اللي شفت العمل ابيض واسود، فظيع يعني، جدا جميل. هاي اللي اقول لك، انا ما يهمني يعني القياسات، يعني انا يهمني التكوين اللي مطلعت لنا. منو شوف لي هذه اللي ابيض واسود ما يبين عندي الاسم؟ لو خلص حصه روعه، حصه روعه روعه روعه، يجنن، جميل جدا يعني، بدعتين صراحه. اذا خلصت القصاصات يعني احنا راح نوزعها وراح نكمل باللون الاكريليك، يعني لا تحاتون ابدا، يعني وزعوا قصاصاتكم، مو شرط تسدون الفراغات البيضة كلها، لا. اي الله عليك يا حصة، تسلمين والله. يعني انا صراحة جدا الحين مستانسة ان اشوف انتون يعني شلون، احنا ما نقول تفوقتم على الاستاذ، ممتازين والله، برافو برافو عليكم. حاولوا القصاصات وزعوها حتى لو في فراغات في الورق الابيض، شيء جميل ترى، مش ما راح يكون شيء مزعج، لان بامكانكم تتلاعبون بالقلم. يعني راح اراويكم نموذج ان احنا ممكن نتلاعب بالقلم. انا عندي هذه، راح اراويكم انا هني مثلا، لا حد يحاتي لي القصاصه اذا خلصت. شوفوا عندي هذه، انا هذه الحين لو لاحظتون انا مو لاصقه القصاصات، في فراغات، الفراغ كأن احنا نخيطها خياطة، يعني انسج بين القصاصات باللون القلم بالماجيكالر او بالقلم الماركر، اي قلم عندكم، يعني سواء اسود، قلم لون مثلا. في هذا العمل اذا تلاحظون انا عندي هني مدخلين تكوين الدوائر، ودي للربط، هي فقط اني ابي اربط. يعني انا بامكاني حتى الحين العمل اللي انا مشتغل عليه اتوقف عنه وابلش مع الاكريليك، يعني ما راح يكون، ما في ازعاج. هني انا مثلا الورق لاصقتهم، بس يمكن ما يبين عندكم، مثلا مدخل اللون الاكريليك داخل فيهم، يعني شوفوا هاي هني الاكريليك رابط يعني داخل فيها. في هاي العمل انا رابطه بالماركر، اوكي، وايضا من الباك جراوند هني مدخله عليها، ففي ربط جميل حلو. لا تحاتون ابدا انه يخلص عليكم الورق، اشتغلوا واصلوا، راح اراويكم انا النتيجه اللي انا فيها مثلكم. يعني انا شغلي هاي، لازلت انا ابني حالي حالكم، هذه نتيجتي لحد الحين، تبين واضحه، لازلت ابني. بامكاني حتى اتوقف هني في هاي المرحله، بامكاني اتوقف وابدا العب بالاكريليك، وبامكاني حتى احط الجسو وابدا العب فيه. بس انا الحين ابيكم تركزون على ان احنا شلون درجات التون اللي عندي، التون واضح جدا بين الغامق والفاتح. عندي بعد هني راح عشان ترتاحون وما تحسون انه في توتر او شيء، هاي راح اراويكم مثلا، شوفوا راح اشيلهم واحده واحده افضل. الحين هاي فيها ترى حصل عندي شغله، يعني لما لصقت الكولاج يعني وجدت انه ما حبيت اغير، فهاي الورق اللي تحت لونه مختلف، بس لان انا جيت للوجه فنزلت باللون، اللون خدمني في هاي المرحله. في هذا انا ترى نازله باللون على الورق، الورق اللي تحت درجاته فاتحه اللي هي جريهات، وتقريبا قريبه للدرجات السماوي الفاتح جدا الابيض، بس نزلت عليه باللون فخدمني. فاقول لكم ممكن
نحن نكمل باللون. اوكي هذه واحدة. طبعا هذه عندي يعني هاي انا يعني ايضا حلوة حبيتها، لان هني نقدر نقول انا بنيت الوجه بالجسم كله بدرجة تون واحدة بمجموعة الورق لون واحد. هي تعتبر درجات البنيات، ويعني لا لو احنا بنسأل هل هي جسم انسان، لا يعني اذا تلاحظون اني دخلت هاي درجتين اللون والتاتش اللي حطيته ترى هاي اكريليك، فراح ندخل بالوان الاكريليك بعدين في المرحلة الثانية. انتوا طبعا الحين انا ليش عرضت عليكم ده عشان ترتاحون وتشوفون هاي النتائج اللي كنت مسويتنها. بالاضافة ترى عندنا هاي العمل، ما ادري يبين عندكم، راح اجيبه لكم. شوفوا هاي العمل هذا على كانفاس، يعني انا التنفيذ عندي ممكن يكون على الكانفاس وممكن يكون على الورق، وطبعا يعني في مجال ان انتم تتلاعبون عليه بحرية ومرتاحين. وهي ما في يعني انا مو جاية يعني حتى هاي شوفوا قصاصة، يعني خدمتني المجلة هذه ان حصلت اثنين طلعت لي كأنها عين. يعني العين الحين راح احطها، بامكاني مثلا احطها وارسمها، وبامكاني لا اكتفي بان قطعتين متشابهتين كفاية علي. وهاي كلها من وراه في طبعا جس وهو وراه وفي ورا. اوكي نرجع الحين نلصق من جديد ونشوف. طبعا انا اشوفها حلوه لان درجات تبين ترى حلوه، وانتم نفس الشيء اللي طلعتونا نتائج جدا جميله. انتم واصلوا؟ انا راح اواصل الحين واحنا نلصق، واي سؤال انتظر منكم اللي حاب يعني يسال يستفسر شيء راح نواصل ان شاء الله نشتغل ونشوف شنو نطلع. خذوا راحتكم وانا بعد معاكم قاعده انفذ ونشوف ان شاء الله. اذا يعني لا زال محتاجين بريك راح اطلعكم بريك، بس اذا انتم مثلا مثل ما الحين انا قاعده اشتغل واركب راح تستفيدون تطالعون، لان احنا نشوف على الاقل الحين وين النقاط اللي قاعده انا اثبت الدارك. وهاي مثلا شوف الحين تفرق، هاي لما انا اجي احط الدارك يفرق عندي ايضا. يعني اي حركه ممكن تبين عندك يعني تعطينا نتيجه حلوه. هاي اوكي مثلا انا قاعده اشتغل هني جنب العين، قاعده امشي مع لفه العين، لان يعني شنو يبين عندي ممكن اطلعها في اللفه، تبين عندي ان هي مثلا في وين الدارك وين اللايت، بامكاني استفيد منه. بس وين باقي الشباب؟ ما شاء الله عليكم ما راويتوني اشغالكم. خلنا نشوف يعني كل الانتاج مالكم، خلنا نطالعه. بحاول اشوف اذا انقص حق العين اذا في مجال ادخل اسوي لي شيء درجه حق العين. اوكي عشان بامكاني حتى استفيد من الالوان الثانيه. هاي العين يعني انا اشوف فعلا طلعت حلوه، في فرق زين. و
طبعا الكولاج لو تشوفون ترى في طرق عديدة، يعني أنا عندي أعمال كنا وإحنا صغار في المدرسة سويناها، وأنا سويتها لما كبرت لأن حبيتها. كنا ناخذ يعني بالخرامة نخرم ونجمعه ونحطه، أو إن إحنا كنا ناخذ، أتذكر وإحنا صغار ناخذ القلم البنسل ونحط جلو وبعدين نبدأ نقطع الورقة فتنقطع وتلصق أو ننتفها. فهي جدا جميل كأنه سوون منمنمات، بس طبعا يبغى ليه صبر. أوكي، فالحين راح أنا مثلا أخذ دوائر عادية، هاي إذا أنا بإمكاني أرسم العين وبإمكاني أجي إليها بهاي الطريقة. أوكي، يعني ما هياش صعبة، يعني ما راح تكون صعبة عليكم، بإمكانكم أي شيء. ها، بس عشان لا تقولون لي وين العين. في سؤال؟ هاي حطينا العين، أنا بس عشان يكون عندي يعني الوضوح أكثر. زين، يلا شباب نبغي نشوف وين وصلتون. اتوقع ان الحين انتم ماشيين ان شاء الله خطوات حلوه. انا راح اخذ هذه مثلا. شنو السؤال؟ عادي الالوان اكثر من لون، عادي بالعكس، يعني هاي يعتمد عليك انت شنو تحب الالوان. يعني طبعا انت مو مقيد، يعني الحين انا مثلا سويت هاي مجموعه لونيه، عندي مثلا هني هاي مجموعه الوان، بس في النهايه عشان تطلع، عشان يطلع العمل يعني مو مشتت انه مجموعه الوان. طبعا في شيء يطلع اللي احنا نسميه البوب ارت، هاي الواحد ممكن يبدع فيه وحط الوان بلا حدود. بس انت في النهايه تبغي تكون عمل، يعني مثلا يعني على سبيل المثال الحين هني انا حاطه هي مجموعه الوان بس تقريبا هي وحده لون يعني متقاربه، وبامكانك انت تطلع بالوان يعني ما تكون الوان مثل ما نقول متقاربه، يعني تقصدك انك تطلع بالوان متضاده. بس حاليا لو عندك الوان مجموعه وانت حبيت تحط ما في اشكال، حط وبعدين سوي الربط باللون الاكريليك، يعني اشتغل باللي انت تحبه. يعني انت قاعد الحين قاعدين انتون، نحن نقدر نقول تعبرون عن نفسكم وتنفسون عن اللي في خاطركم. مثل ما قلنا الكولاج هو ابداع، هو ان انت تنطلق بلاي حدود، بس بعدين انت او يعني انتم كفنانين راح تعرفون انتم شنو تبغون. هل يرضيك مثلا العمل؟ شقد ريحك نفسيا؟ ايش قد جعلك سعيد؟ يعني احيانا تسوي عمل تقول لا مو عاجبني، بس انت مو خسران، انت طلعت بتجربه. التجربه هذه هي الحين انتم قاعدين تجربون، وهذه التجربه يعني متاكده هو اللي يصير عندنا في الدورات. وهي اللي انا دائما اوصي الدورات لاي كان، اي واحد راح ياخذ دوره اذا ما طبقها واذا ما اشتغل فيها يعني ما راح يستفيد. لان الدوره اللي انت تدخل فيها وتشوف تتعرف على الخامه وتتعرف تاخذ نبذه عن الورشه وتاخذ وتنفذ مع المدرب او مع الفنان، من بعد المرحله هذه اذا جيت طبقت راح تطلع بنتائج انت ما ممكن كنت تتخيل ان انت توصل ليها، لان انت شنو داخلك راح يطلع، راح تبدعون. لان اللي واصل الاستمراريه في العمل هو انا اعتبره يعني الاستمراريه يمكن ثلاثة ارباع المشوار. يعني المشوار الاول هو ان انا يعني اتعلم على ايد استاذ او اقرا او اشوف، بس ثلاثة ارباع المشوار هو في التطبيق. فان شاء الله تستفيدون طبعا من الدوره، وحين اي لون عندك اي شيء تحبه سوه، وراح نشوف النتائج وانت تشوف النتائج. انا راح اكمل معاكم
وراح اكمل شغلي واشوف شغلكم بعد انتم شنو. انا يعني تقريبا ابيكم تشوفون انا وين وصلت. انا وصلت هني، فراح يعني انا اعتبر روحي وصلت تقريبا جزء لا بأس فيه، بس لازلت يعني ما كملت شيء، وراح نشوف شنو نسوي. زين، فاحنا نواصل، وبعد اي سؤال عندكم خبروني. ايه ايه الصق عليها. انا راح اطبق ايضا، انا نفس الشيء، اي شيء ما يعجبنا دون قاعده الصق عليه واطلع الصق عليها، لان اللصق هو اجمل حل يعني، لان انت يعني تشتغل. الصقوا عليها وسووا اللي تحبونه. طبعا الحين يعني ما ادري هل تحبون تاخذون بريك ولا تطالعون. يعني انا بيكم اهم شيء ان انتم تكونون مرتاحين في التنفيذ، والحال ماشي عندكم، اموركم اوكي. اذا تحبون تراوني اشغالكم خلي اشوف، عشان هو بس محتاج يعني وقت اللصق. يعني هاي كل حاجتنا، ان احنا محتاجين وقت بس عشان نلصق. يعني ما في عندنا الحمد لله امور اللصق يعني سهله، فقط كل واحد يشوف الورق اللي يناسب ويشتغل عليه. تحبون تاخذون بريك ثانية اخليكم تريحون وتشتغلون، ولا في احد محتاج شي خبروني. شغلنا كله بيكون على اللاصق. انا لازلت الصق. اوكي، الحين احنا لازلنا هني في هاي الاتجاه. يعني كل ما حين استخدمنا الدارك راح نشوف روحنا نطلع يبرز العمل. اوكي، هاي قاعد يوضح. تقريبا الحين
احنا في منطقة الشعر. هني انا اشوف قاعدة ارد الصق للمرة الثانية عليه، وبرد الصق عليه لان هي راح احتاج اني اطلع الظل والضوء اكثر، فبعدين ممكن شوية اشوف اني ارد احتاجها. فاحنا يعني ما عندنا شيء يخلينا يعني مثل ما قلنا ما في شيء يمنعنا ان احنا نعيد نلصق للمرة الثانية. اي طبعا هناك اوكي. اهم شيء هي طريقة اللصق، اعطيهم بريك يريحون يشتغلون. ناخذ بريك، ناخذ بريك، راح اخليكم الحين تواصلون عشان تكونوا مرتاحين اكثر ونشوف بعدين النتائج الحلوة مالتكم. ومثل ما قلنا تواصلوا، يعني اي شيء اي سؤال تبغونه انا جاهزة. اوكي كملوا واصلوا على نفس الطريقة ونرجع بعد الفاصل ونشوف شنو اللي سويتونه. اوكي لان راح ننتقل بعدين لمرحلة التلوين. كملوا العمل وننتقل. البريك 10 دقائق ان شاء الله. طرشوا النتائج، ابي اشوف النتائج تكون عندي على الواتساب. انا راح اراويكم نتيجة شغلي. اكو يبقى اشوف الحين انتم وين وصلتون وانتظر نتائجكم. راح اشوفها الحين ونشوف نعلق عليها. نلتقي ان شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة ثانية. طبعا يعني اتمنى ان انتم تكونون تقريبا كملتون او على وشك تخلصون من تلصيق الورق. يعني هو بالنسبة يعني للتلصيق مو شرط مثل ما قلنا ان احنا نظل نكمل فيه، بامكاننا احنا نستعيض عن يعني التلصيق بان احنا ندخل باللون. انا طبعا راح ادخلكم في اللون بس اتمنى ان تكونون يعني جاهزين. بس اللي ما خلص حتى لو وزع قطع كبيرة في العمل مش لازم يعني ان انت تقعدون مثلا عليها يعني وحدات صغيرة، او حتى لو كملتونها بشكل سريع. يعني المهم ان احنا نفهم على الاقل ان هالقدر كفاية. يعني الحين في هذه اكيد يبين عندكم ان هاي النقطة ظل، هاي هني يبين اكو غامق، حتى الادون هني لان في ظل انا حطيتها غامقة، بس اكيد راح احط عليها تاتش من اللون اللي بعدين راح ادخله هني في الباك جراوند مالتنا. واتمنى يعني ان احنا تكونوا جاهزين لان يعني راح نخلط اللون ونبدي نحط فيه. بس الحين طبعا كملوا ونشوف وين وصلتون. كل واحد يراويني يعني هو هل انتون جاهزين، خبروني عشان نبدا نركب اللون ونشوف توزيعته ونستفيد من اللون من الوقت. وطبعا مو لازم كل شيء جف. انا حتى كنت اقول لكم يعني بنحتاج هير دراير في حال انا كنت راح احط لكم مادة الجيسو اللي هي تكون في الخلفية ممكن نتلاعب فيها. بس لو ما ناسبنا الوقت راح أعلمكم عليها، عندي لها طريقتين ممكن تستفيدوا منها حتى لو مو الحين يعني ممكن حتى بعدين. بس الحين أنا يعني كفيني إن أنتم تكونوا مثلا مرتاحين من اللاصق اللي حطيتونه. ونشوف يعني خبروني متى راح أبدأ إياكم نستخدم اللون، وبإمكاننا حتى نستخدم الماركر إذا حبيتون، وبالإمكان إن احنا في اللون نفس الشيء. الحبر توعدكم حبر أسود، الحبر بالإمكان إن احنا بعد نحطه. يعني أنا كان
الفكرة اللي عندي ان احنا نحط الجيسو بعدين نمشي عليه بالحبر، بس قد يكون ما يجف عليكم، ف راح نشوف شنو نسوي. يعني راح اخليكم تبدون في لون الاكريليك، بس يعني في مجال ان احنا نشتغل الحين على اللون، فحاولوا تكملون ونشوف. اوكي خبروني، كل واحد يراويني مثلا الشغل وين وصل. يعني انا عندي مثلا في هذه الجهة جدا يعني بتطلع حلوة تفصل، يعني هي مجرد تتشات بسيطة. بالإمكان أنا مثلا أستخدم لون الحبر، أو بالإمكان أستخدم أحد الأقلام هذه اللي هي الأسود، في منها مالت أكريليك طبعا راح أجرب. يعني هذه حتى هاي طبعا يمكن يكون رطبة الحين، بس حتى هي منبرة يعني مش يعني راح اراويكم. يعني انا حتى مثلا من برا العمل اكيد يعني بامكاني اسوي شغله، اسوي شيء يعني اي حركه تكون هاي الاضافات اكيد ها جنب العين يعني فيها، يعني اي شيء راح تستخدمونه في الكولاج راح يخدمكم. طبعا هاي انا راح اخليه لبعدين للخلفيه. الرابط هني عندي احنا انا راح ابدي اخلط اللون، بس ما ادري هل انتم جاهزين والله لا. اوكي انا اشوفها جدا حلوه طالعه لان يعني مبين عندي. طبعا اكو مبين مجرد هاي، يعني طبعا هاي هني اكو مجرد خفيف، هذه هني راح تكون فيها راح يكون في هذه المنطقة مثلا الأسود. أنا ممكن أدخل عليه بالأكريليك، ممكن بلون الحبر اللي عندكم، و أنا عندي لون ذهبي راح استفيد منه، ممكن احطه للتركية بعدين، ممكن احطه الى كاطار يعني مثل هاي العمل. انا هني اطرته هاي العمل مثلا، هاي هني انا حاطة فيه اللون الذهبي محوطتنه. يعني راح اراويكم ان شاء الله حين واحنا نستخدم الالوان الاكريليك، بس انتم تجهزون خبروني. يعني احنا بنحتاج ان احنا نجهز لون مثلا خلطة، لان كل واحد يشوف شنو اللي يناسب عنده كباك جراوند. الى اكيد اشتغلوا، انا راح اواصل طبعا. عندي يعني عندي انا طبعا مثل ما قلنا، يعني لو اشوف اعمالكم لوين وصلت ترى مو لازم تكملونها كلها تقفلونها بالورق. يعني خلي اشوف شغلكم، اللي كل واحد يصور لي اللي خلص وين وصل. ابي اشوف شغلكم وين وصلتون، لان انا قاعده اشوف في اشغال حلوه. طبعا انتم ماشيين جدا جدا حلو، جدا جميل شغلكم، يعني جدا مبسوطه منه صراحه. يعني بسرعة نقول لقطون الموضوع.
والجمال الالوان اللي انتم مشتغلينها. خلوني اشوفكم باقي الطلاب الثانيين باقي المشاركين، خل اشوف شنو سويتون، لان اشوف. الله، هاي مال منو؟ هذه دنيا، دنيا جدا. الله ما شاء الله، طبعا روعة يا دنيا، روعة. يعني اللي مسويتنا بصراحة، يعني بعد ما تخلصين حطي برواز وعلقيها، جدا جميلة. اختيار الألوان حلو، حتى ان انت يا دنيا حطيتين الشعر بالدرجات هذه، عكستين جدا جميل، توظيف رائع رائع رائع. لا انا يتراولين تون صراحة، نسوي لكم معرض، شغلها روعة، شوفوا جدا حلو. يعني اتمنى بعدين ينعرض صراحة هاي الشغل الحلو ده. لا تحفة، برافو والله يا دنيا، برافو، ما شاء الله ما شاء الله، شنو هالجمال. وهذه حصة، اعتقد حصة، هاي شوفها لي احمد، هاي كان حصة، ليش ما يطلع اسمها؟ وحصة صراحة ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ترى حصة انتين كامل شغلش، يعني انا اشوفها كامل، وفقط فقط ان احنا حصة جاهزة ترى انتين، يعني لا تتعبي روحش ولا في اي شيء، فقط بعدين بنلون الخلفية، بعدين حصة مطفى الضوء والظل بشكل يعني صراحة انا اتوقعها فنانة هذه، يعني عندش لمسات رائعة. يعني انا اشوف الشعر الضوء جميل، وين مناطق الظل حاطتنها حلو، في الوجه ايضا جميل. وجه شغلكم روعة صراحة، يعني انا كلش سعيدة بهالشغل الحلو. هاي لازم نسوي لكم شغلة انتون، لان اعمالكم هذه دا تنعرض واحدة واحدة شغلها. الحين انا تقريبا دنيا شغلش كامل، حصة كامل، منو باقي عندنا بعد؟ خلوني اشوف شغلكم بنات، لان مسوين شغل كامل انتون، يعني انجزتون مساحة جدا عودة، وما اعتقد راح تركبون ورق. يعني الحين المفروض انقلكم لمرحلة الجسو، حصة ودنيا، بس اخاف انه ما يجف عليكم. يعني الجسو اللي هو احنا طبعا اتمنى اشوف شغل الباقين، لان انا قاعدة اطالع الشغل على الجروب اللي مسوين احنا على التليفون، ويعني قاعدة اشوف اشغال صراحة روعة. هاي شغل اللي هي دنيا، وهاي شغل حصة، حصة جميل شغلها، وعندي باقي البنات شوف شغلهم ايضا روعة. عندنا جروب فنانات صراحة رائعين، واتمنى ان تطرشون لي باقي الجروب، باقي المجموعة، لان هاي تقريبا متكاملين. انا عندي هني الجسو، وعندكم عندكم اياه طبعا موجود، وعندي الحبر. الحبر يعني انا كان حتى بالامكان ان اختم العمل بالحبر، او اختم العمل بان احدد هاي الملامح. يعني الحين الملامح اللي عندي هني احددها بالحبر، وممكن نلعب بالحبر، وراح تشوفونه ترى مريح يعني الحبر، بس ما راح، ما ادري يعني تهيأ لي خايفة ان ما يجف عليكم. يعني بالامكان شوفوا حتى انتم في البيت استخدموا هاي الادوات. يعني لو انا رسمت وجيت بالحبر ومشيت عليه، وبعدين حتى الحبر بامكاني ابخه بالماء. يعني انا مجهزه هاي البخاخه الماء، اوكي، وهاي عندي لما احدد وابخ، يعني احط الحبر وابخ، بعدين بامكاني ارجع انشف واترك الحبر يروح اماكن الظل، راح يعطيكم افكت جدا روعه. بس خلوا الحبر معاكم، وراح يبقى الجروب مفتوح، راح اتواصل اياكم اللي يحب، راح يعني اخلي تسوون الشغل واراويكم، واللي محتاج راح اراويه بالحبر. والجسو انا بامكاني الحين اخذه واحطه، يعني نحطه احنا بالسكين ونسوي له بالهير دراير نجففه.
يعني بالإمكان إني أوزعه هني في الخلفية، بس أخاف إنه ما يجف عليكم، يعني راح يحتاج وقت واجد. وأني أبي يعني في بنات طبعاً، في مجموعة عندي تقريباً، أنتم الحين شوف شغلهم خلصين، بإمكاننا نستخدم الجسو ونجففه بالهير دراير، بس أتوقع إنه راح يأخذ منكم وقت. يعني هذا الجسو شوفوا السكنس ماله، لو حطيته راح يأخذ تقريباً دقايق، بس يعني أنا ممكن أسوي له بناء، يعني خلّى أحط أنا لنفسي ما عندي مشكلة. شوفوا شلون قاعدة أحطه، ثيكنس حلو وجميل، يعني ممكن أتلاعب فيها بهاي الطريقة. يعني أنا ليش قاعدة أسويها ليكم؟ كان أسوي جدار أو كان أسوي شيء، المهم الباك جراوند مالتي فيها إفكت حلو. أوكي، ما أدري إذا يبين عندكم، يعني هو الجسو اكو، شوفوا الحركات مالته هاي، والامكان استفيد منها، الامكان بعدين ادخل عليها الحبر بعد ما تجف، او استخدم الوان الاكريليك ايضا بعد ما تجف. بس الحين طالما اني حطيته انا يعني راح يكون صعب علي ان الحين لازم انطره يجف، بس هو فعلا يعطي الورقه ثكنس حلو، في نفس الوقت يعطيكم إفكت جميل، يعني يعطي العمل جمال، يعني هو كتكستشر. أوكي، بس لا تستخدمونه لأنه يتهيأ لي راح يطول الجفاف عندكم، وراح نحتاج إن احنا نجففه بالهير دراير. أوكي، أنا راح أحاول أوزعه الحين، سنراويتكم كنموذج. أوكي، هو أكو انا راح انزل فيه اكو، انا طبعا راح اقطع الموديل او الكاركتر هاي اللي عندي، يعني مش لازم ان انا اكو راح اشيله، بس عشان هاي طبعا طريقة ايضا حلوة. اوكي، يعتمد انتم بعدين شنو راح تدخلون عليه. يلا باقي الشباب الشابات نشوف شغلكم ان شاء الله. يعني هاي الحين بس انا اعطيكم طريقة الجسو شلون انتم ممكن توظفونه، بس في طريقة ثانية انا استخدمها الى الجسو اللي هي بالامكان نسوي طريقة ثانية حق الابستراكت، ان اقطع ورقة قطعة واروح احط لي جلو الصقه، بعد ما الصقه ويجف اجيب الجسو واحطه عليه، وبعدين ممكن الون وممكن ما الون، اجي ارسم. فبعدين من الورق استفيد، اوريدي انا بنيت في البداية بالورق وغطيتها بالجسو، فيعطيني افكت جدا جميل. هذا يعني بروحه مرحلة ثانية. الحين المفروض ان احنا نجهز اللي هو اللون. انا راح استخدم لون، اجهز الوان، بس اتمنى ان انتم تكونوا جاهزين ايضا. لو حابين تطلعون بريك تكملون راح اعطيكم بريك، بس اتمنى ان انتم تكونوا تقريبا على وشك الشطبون تخلصون زين، عشان احنا المفروض الحين بدي نجرب مرحلة اللون، وانا لازم اجفف هاي الجسو طالما اني حطيته، لانه بيكون مو مريح. اوكي، فاذا تلاحظون الحين العمل انا شلون ختمته، ما حطيت جسم كقاطع يعني ان جسم وكملته، لا راح اتركه يتلاشى. وهي حتى الحين انا لو اردت اني اسهل على روحي ويعني اختم اللوحه كانها ووتر كلر،
راح احط اي لون او حتى الحبر اللي قلت لكم وابخها بالماء واتركه يسيل. هاي ايضا خطوه وسريعه يعني ما راح تاخذ وقت. اوكي راح اجهز اللون احاول انه يكون عندي. المفروض اني اجففه شوي. اخليكم تكملون واللي ما كمل يخبرني عشان يعني نسرع، لانه هو عباره عن الشغل كله ان انتم قاعدين تلصقون تكملون تبنون. اوكي اعطيكم فاصل لان انا تقريبا مخلصه بس انتظركم. يعني راح اعطيكم وقت تخلصون بس ما راح نطول عشان نرجع ونركب. انا بعد راح اجفف هذه وانتم حاولوا تخلصون باقي شغلكم عشان كلنا نكون جاهزين ننتقل الى اللون. ناخذ فاصل وتكونون كملتون كلكم كامل خلاص وراح انقل المجموعه الى ان احنا نحط اللون وراح اجهز لوني. اوكي فاصل ونرجع بعدين. رجعنا مره ثانيه. طبعا مثل ما قلنا بنرجع الحين الى مرحلة اللون. انا طبعا قاعدة اجرب لون ويعني دائما الالوان اللي هي مثلا ممكن تروح مع الاحمر اللون اللي انتم تحبونه طبعا، بس الواحد ياخذ يعني حتى في الويل كولرز ان هي موجودة مثلا الالوان المتقاربة. انا حبيت طبعا هني ممكن اروح لدرجات اللي هي الوردي بس قاعده اجرب الازرق ونشوفه. طبعا انا اشوفه حلو بس في النهايه لو ما عجبني مثل ما نقول بامكاننا ان احنا نحط عليه درجه ثانيه. انا كانت الفكره اني اروح الى نفس درجات اللي هي المشتقه من المجموعه اللونيه هاي، بس حبيت قلت لا ليش ما اطلع. بإمكاني طبعا اختار درجة البينك الفاتحة واروح بما انني الواني غامقة واروح وابدأ اتدرج مثل التدرج اللي عندي في هذا العمل هني. يعني هاي العملين انا رايحة لنفس المجموعة اللونية عشان بس تفهمون. هاي مثلا من نفس المجموعة اللونية اللي هي وبديت اتدرج من الدارك هني لايت. في هاي نفس الشيء نفس المجموعة اللونية اللي هي عندي الأزرقات وقاعدة ونفس الشيء الباك جراوند مالته، ففيها تدرج من فوق من اللايت إلى الدارك يعني أكو يبين عندي. فأنا الحين هني راح أخذ لون صارخ يكون حتى بإمكاننا إن احنا نروح للون بيور ما نخلطه ولا نسوي أي شيء. هي الباك جراوند اللي انتم تحبونه سووه. كل واحد ياخذ لون اللي هو يبغي يشوفه مناسب او اللون اللي حاب منه. يعني انتم راح تقررون هل هاي اللون مريحنكم والله لا. انا مثلا الحين هني لان انتم عندكم مجموعه لون، مثلا انا عندي لون تركواز وضايفه ليه الابيض، انتم شوفوا شنو تخلطون شنو تجهزون. فبدوا الحين اشتغلوا باللون جهزوه وما في اي اشكال. احنا راح نبدا التلوين اذا ما عجبنا الشيء راح نحط عليه مره ثانيه. طبعا في طريقه ثانيه حتى للتلوين ممكن نحن نستخدم الالوان الشمع. انا طبعا بامكاني اروح باي لون من الشمع وبامكاني بعد ما احط اللون الاكريليك ايضا اجي عليه بالشمع ايضا راح يعطيني افكت. فشنو ما راح تسوون راح يعطيكم نتيجه جدا حلوه. اهم شيء سووا الشيء اللي انتم تحبونه، حطوا اللون اللي ليكم خاطر فيه وشوفوا النتيجه ويلا نشتغل. انا راح اشتغل معاكم، اتمنى ان انتم تشتغلون وياي واشوف نتائجكم اشوف اشغالكم. طبعا اي لون تحبونه انتم عندكم مجموعه الوان
اللي عندكم طرشتنها لكم الوزارة، عندكم مجموعة الأحمر والأسود اكو موجود كلون، عندكم الأصفر، عندكم الأزرق، عندكم الأبيض، عندكم حتى الجسو بالإمكان ينضاف إلى مثلا الأزرق، يعني الدرجة اللي تحبونها. لو الأزرق ضفتون ليه شيء قليل من الأسود راح تعطونا درجة دارك، لو ضفتون للأخضر الأصفر والأبيض راح تفتحونه وتسوونه، يعني الأصفر راح يتحول مع الأزرق إلى درجة خضراء. وبإمكانكم أن تكون تتدرجون في تفتيحها. الأحمر طبعا حسب رغبتكم، أن لو ضفتون للأسود، أنا كان بالإمكان أني أتلعب بالأحمر والأسود وأبدأ أدرجه إلى أن أصل إلى البياضات اللي فيها حمرة خفيفة وأنزل إلى الدارك. بس الحين راح أشتغل بهاي اللون. أنا عندي طبعاً حتى بألوان مثل ما قلنا الشمع الكبير اللي بالحبر اللي عندكم إياه أيضاً موجود، كنت راح أسويه. يعني لو أنا كنت الحين مثلاً أبي أشتغل، أنا حطيت الجيسو، راح أحط الحبر شي بسيط وأبخه بالماي ويكفيني هذا. يعني أنا ممكن أسوي لكم بعدين في واحدة إذا صار وقت، مجرد إنه هو شيء بسيط من الحبر أو حتى بالبروش نحطه بعيد عن البورتري وأبخها بالماء وراح يعطيني إفكت جدا جميل. فيلا نشتغل ونبدي في اللون. أنا طبعا راح أشوف شنو يعطيني من درجة، وبعدين كل واحد يعني مثل ما نقول يشوف وش طلع عليه من درجة لون، وبإمكاننا حتى نضبطها. أوكي يلا نشتغل. وراح أراويكم إن أنا حتى في مجال إنه يعني هاي البخاخ مثل ما قلت لكم، أنا بإمكاني بعدين أبخ وأخلي يعني شوفوا هني مثلا هاي أوكي هاي هي أيضا اللي أنا يعني حابة أقول لكم، لأن تركت الجسم يتلاشى بالإمكان بعدين أرد أرجع وأغمق أكثر من ما هو عليه، يعني أنا حسب الدرجة اللي أبيها. هاي عندي اللون، أنا عندي لون تركواز جاهز بس قاعدة أضيف ليه شوية. هاي أغمق أكو، هاي غامق أكو، راح تشوفون الدرجة أكي غامقة لأن عندي درجة لون كحلي وقاعدة أغمق. بإمكاني أبلش من تحت أبدأ. أوكي أكي يعني أنا أشوف إن هذه طبعاً هي مع اللون تركواز زين، ونشوف شنو تطلع لنا نتيجته. أكي أتمنى أنكم تكونوا ابتديتون ونشوف شنو تطلعون بنتائج. أوكي وعلى فكرة بما أن أنا حاطة تحت جيسو حتى بإمكاني مو بالبروش، بإمكاني حتى أني أشتغل عليها بسفنجها. يعني شوف الحركة شلون تعطيني هاي الحركة، لأن في من تحتها الجيسو. بالإمكان حتى أني لو أنا حين بخيتها بالماء، طبعا أنا أسويها لأن أنا مستخدمة الجيسو، والجسو ترى استخدمت لي الهير دراير، يعني أنا اللي كنت أقول لكم طبعا جففته بالهير دراير وجف عندي سريع ما طول يعني، وما حطيت طبقة ثيك يعني حاطة خفيف، وتقريبا هي ما طولت عندي ولا يعني ما تعبتني. يعني الشغل اللي انتم سويتونه حاولوا تحافظوا عليه نظيف. أنا لو حبيت هني أخفف اللون أكي أوكي إحنا نحافظ عليه قد ما نقدر. بالإمكان أترك هذا البياض لو لاحظتون شوية، يعني هذا البياض الحين قاعدة أتركه، بإمكاني
أدخل عليها بإمكاني أتركها، فأنا أشوف عاطني جمال وبالإمكان بعدين حتى أدخل عليه بلون أحدده أو يعني أشوف شنو يعطيني. هاي أرجع إليها. أنا الحين لو الكاميرا تبين أنا الحين قاعدة أدخل عليه على الفيجر هني على البورتري، أدخل عليه عشان أنا أبي أضيف شغلة. راح أخذ هاي البلو اللي هي دارك. أوكي طبعا في مجال ننتون، لو في شيء تبون تعدلونه من الخطوط نقدر ندخل ونشتغل عليها. هاي انا عندي هني انا اشوف ان الشغل يكون يعني حسب ما انتم شقد مرتاحين، راح تشوفون تطلع عليكم النتيجة حلوة ومرضية، يعني ما في شيء يعني صعب. واتوقع ان في مجالنا طبعا بعد ما يجف انا اقدر ارد ارجع عليه واتلاعب في الحركة مثل ما قلنا بالالوان الماركر او يعني اي حاجة بامكاني اني احدد بعدين والصق اي حاجة. حتى لو الخلفية هاي اللي الحين عندنا احنا قاعدين نشتغلها، لو انا حبيت الصق فيها قماش يعني قماش مشكل او حتى الدانتيلة مالت دانتيلة اللي هي دي مالت الشاي اللي نحطها في الصواني بامكاني احط، لو حبيت اضيفها في الثياب، لو حبيت اضيف شيء في شعر، كل شيء ممكن. الكولاج بامكانكم كل شيء توظفونه وتشتغلون عليه. يعتمد طبعا في شيء مهم على قوة الورقة، يعني كم جرام الورقة تتحمل طبعا كل ما زاد وزنها، وبعدين هل هي على كانفاس، هل هي على ورق، يعني في مجال ان انتم تلصقون شنو ما تحبون. يعني مثل ما قلنا احنا وهم الجماعة دخلوا بال طبعا الأكريليك لازم ننتبه إذا وسخنا صعب يطير، بس هاي ثياب شغل فالأكريليك إذا مسك مسك فلازم ننتبه. فمثل ما قلنا يعني في توظيف الأشياء في اللاصق قابل القماش، قابل المعادن، قابل الكارتون، قابل الورق. طبعا الورق من اللي ثكنسه بسيط إلى ورق الكارتون اي وزن إن كان، يعني مثل ما قلنا عند روبرت راشنبرغ يعني حتى سحاره كان لاصق مالت فاكهه، لاصق طيور، لاصق مخده، لاصق مفارش، جواتي، تاير مال السياره. فكل شيء قابل ان احنا نركبه في العمل، بس طبعا كل واحد انت شنو غرضك من العمل، شنو اللي حاب تقول للناس من هذا العمل. يعني هو العمل الفني في النهاية رسالة، قد أنا أستخدمه كرسالة أو أنه كشيء ممتع، أو أن أنا أستخدمه لأن أنا أحتفظ بالصور. هاي صور يعني في الكولاج صور العائلة، صور الأصدقاء أو الذكريات. فالكولاج ياخذ شنو ما تعطيه قابل. زين أنا الحين تقريبا يعني راضية عنها وحابتنها. عندي مثلا البنت لابسه حلق، انا راح استخدم اللون الذهبي وراح اوظفه ك يعني الحلقه مالتها. اوكي راح اشوف شلون تطلع. اتمنى طبعا انكم تكونون كلكم اشتغلتون في التلوين، ان شاء الله يا رب كلكم تتابعون وتطلعون نتائج، لان ابي اشوف شغلكم. يعني شوف الجمال شلون يطلع اللون، صراحة أنا حبيته هاي التركية.
يعني حلوة جدا. طبعا بإمكاني أضيف على الذهبي من تحت اللي هو درجة البني المحروق عشان أبرزه، بإمكاني أضيف اللون الأصفر، وفي مجال هاي طبعا تبين هكي. حتى بالإمكان إنه ألصق معدن، أنا عندي أعمال لاصقة فيها شغلات طبعا، فهي في مجال إن أنت تلصقين. يعني ممكن يكون عندنا يعني كحلق يكون عندنا علبة معدن أو شيء وأحنيها وألصقها، بس بشرط إنه يكون يتحمل عندي الورق، أو إذا كانت طبعا كانفس ياخد يتحمل، بس الورق لا صعب شوي. حتى لو مثلا حين المذهب بإمكان ياخذ ورق الشوكولات اللي يطلع لنا ملفوفة في علبة في الحلاوة، يعني هاي تطلع لنا أحيانا من وراها درجات اللون، هاي أنا كنت أستفيد منهم أجمعهم وأستفيد منهم. طبعا هني أنا الحين طلعت الحلقة هاي في مجال ان احنا ندخل عليها بتحتها او على جنب عشان نبرزها اكثر. يلا اللي حابة تحط تركية والله تحط شيء، حتى لو مو موجودة في الصورة حطوا، المهم تكونون مستمتعين. انا صراحة عجبتني تركيتها واللون الذهبي جميل. اوكي اذا يبين عندكم هل يبين، انا شويه يجف وبعدين راح احط لي يعني ظل عشان يبرز اكثر. طبعا اقدر حتى بهاي الذهبي الحين امشي واحوط الفيجر واطلع شيء جميل، يعني انه بامكاني الحين امشي عليها واحوطها، وبإمكاني إني أستخدم هذا اللون اللي هو عندي هاي. نشوف إن راح أراويكم هاي بالإمكان بعد إن أنا أمشي. أوكي يعني كل شيء ممكن مثل ما قلنا في الكولاج، وفي أشياء ممكن تضيف للعمل، تضيف له يعني جمال، تضيف لي مثلا لمسات حلوة على حسب. اوكي هاي عندي يعني الحين مبدئيا انا حطيت هاي، بس بالامكان اني اجي الى، هو بما انه في احمر بالإمكان أجي للون أخضر ويبرز أكثر، بس أنا اللون عندي الحين حبيت أستخدمه وأراويكم إن إحنا بالإمكان نمشي على دار مدار البورتري نشوف شنو يطلع لنا. هاي أنا راح أجي أحط شوي في الشفايف هني. أوكي وهي يكفيني ترى، يعني هو أتمنى تكون واضحة عندكم وتشوفون. طبعا أنا بما أني استخدمت اللون راح هو هاي شفاف أكثر، بالإمكان حتى أني أدخله هني أوكي، بس ما راح أدخله بكمية، راح أمسحه شوية، أمسح بس عشان يعني أنا ما أفصله طالما أني دخلته يبين عندي. اوكي انا راح امسح اخففه، مجرد تاتش بسيط
عشان يكون في تكامل. إن شاء الله تكونون ابتديتون تراوني شنو سويتون. خلا أشوف. وللحين رطب ما بيصلح. طبعا أنا أعتبر إنه العمل عندي جاهز تقريبا. يعني لو هو جف أنا بالإمكان إنه أتلاعب بالماركر وأسوي حركات. يعني هو للحين طبعا بالإمكان أسوي أي شيء مثلا. أوكي. وأنزل أبدي يعني تكون عندي. يعني مثل ما قلنا قابل إلى أن أنتم شنو تبون تسوون قابل. بس لأن للحين هو رطب. بس أنا عموما يعني أتوقع أن كفاية إلى هذا العمل. يعني بالإمكان أن احنا طبعا نتوقف فيه لأن أنا أعتقد أنه هو اكتمل. راح أراويكم بعد مجموعة ألوان. أتمنى أنتم طبعا الحين تكونوا واصلين نفس المرحلة هاي. هاي لون شفاف. في عندي ألوان طبعا بالإمكان احنا نجيب هاي. بس أنا عندي ألوان مجموعة هاي جميلة جدا راح أراويكم إياها. هاي الألوان يعني هي أويل. لو أنا حتى حبيت الحين أجي أدخل فيها على هني راح تشوفون في فرق. انا راح اجيب الابيض. هي اويل هاي عشان بس راح اراويكم انه قابل ان احنا نشتغل على في الكولاج باي شيء. يعني هاي الحين كتجربه هو جاف لا زال. هاي انا بس اوكي. يعني هاي درجة اويل. اوكي. طبعا بالامكان ان انا اشتغل فيها يعني بالامكان اتركها حتى مثل ما هي او ان اواصل اشتغل فيها. طالما ان انتم تشتغلون وانتم مستمتعين راح تبدعون وتطلعون شغل جدا جميل. والواحد يعني هاي الخاصة في الكولاج القيود يعني مثل ما نقول يعني بلا قيود تشتغل وتبدع وتسوي اللي تبغيه. ونقدر نرجع باللون على يعني مدام جاف الرد نقدر نغمق اذا حبينا ونرتب امورنا. يعني انا لا زال عندي اللون هني اكو. انا بس حابه اشوف انتم وين وصلتون. اذا في مجال اشوف شغلكم بس دا طرشونا لي.
هل في احد طرش اشوف؟ طبعا لازلت اشوف الشغل هاي اللي كنا قبل اشتغلناه، فان شاء الله الحين اشوف التلوين. اوكي بالإمكان إن نلونها كلها درجة واحدة، وتكون درجة يعني كلها قطعة لون واحد وخلاص. طبعا الذهبي ما نشف عندي، بس ان كان راويتكم شوي. تعتبر كاملة عندي، نشوفها هل تبين واضحة. هي نشوفها يعني ما راح اضيف لها شيء. اوكي وانا حبيتها صراحة، لان يعني اعطتني مجموعة اللون اللي هي من ناحية مثل ما بدينا وقلنا وين الدارك وين اللايت، نشوفه يعني عطت الموضوع واضح اكو موجود. اوكي طبعا مو شرط هاي الاطار اللي انا حاطتنا، بس انا حطيته عشان اراويكم ان انتم بالامكان تسوون يعني اشكال يعني شكل جمالي، يعني مش لازم هو يعني عادي يعني ما يحتاج. طبعا الذهبي يعني لازلت اشتغل عليه لانه ابغى يكون بارز. بعدين طبعا بامكانكم انه يكون عندكم الالوان اللي تحبونها، طالما ان انتم يعني عندكم فكره عن الشغل توفرون الاشياء اللي انتم تحتاجونها واللي تبغونها. واللي راح يواصل مثلا يشتغل كولاج او اي شغل اخذتونه في الورش اللي صارت، اكيد يعني لازم يواصل ويستمر وراح يتعلم. طبعا يطلع بنتائج، يعني الواحد يتعلم من نفسه من اخطاء نفسه، يعني الورش تعلمنا، بس احنا دورنا اكبر من الورش طبعا، لان الاستمرارية في العمل وان انت تنفذ وتتعلم من تجاربك من اخطائك ومن فرحتك بان العمل طلع حلو، هاي هو اللي راح يضيف لك، يعني هاي اللي راح ينقلك وتشوف النتائج حلوه شكلها. انا تقريبا راح اراويكم النتيجه شوي. هي انا جيت في البدايه لهاي البورتري، طبعا انا مو جايه ارسمها، اخذت بس محور الوجه الالتفاته مالت الوجه شلون، القصد لفه الوجه اخذتها، الضوء الظل، والباقي ما يهمني. يعني انه من انت تبدا بناء الضوء والظل في الشكل الفني، هو الشكل بعدين يعني يتكلم معاك اصلا. يعني انت بديت بانك عارف وين راح تحط
الضوء والظل ومحور الوجه. يعني المحور هو مهم، مثلا هاي محور الوجه هي طالع هني، يعني انا نفس الشيء لفيته، يعني هاي اللفة هذه الاتجاه، هاي يعتمد عليك انت شنو اللي تبغيه بعدين. و يعني مثلا هاي عندي انا منفذتها الحين، براويكم اياها، هاي ابيض واسود عندي اياها ايضا. الحين بطلعها، يعني أعتقد إن هي محتاجة بس تشوف. أوكي، أنا عندي طبعاً عمل هذا الوجه تقريباً كنت مجهزة النهني، ومثل ما قلنا هني كانت مجموعتي اللونية حمراء، وهني مجموعتي اللونية في الجريهات. فأنا لما أخلص الورشة راح أشتغل على هاي المجموعة. هاي اللي يميز إن أنت تجمع الألوان، جرايد، مجلات مختلفة، بس أنا جامعة لي وحدة لون لو تشوفونه، وراح تتغير ألواني بعدين مع الشغل اللي راح أسويه. طبعاً إذا يبين عندي أكو أنا الوجه مثل ما قلنا هني مايل، هاي الوجه عندي تقريبا الطالع سيدة يعني، فأنا قطعتها مثل ما بدينا من البداية. وهاي مجموعة اللون الحين اللي جهزتها، لو أريد الحين أنفذها راح أنفذها بسرعة لأن أنا جاهزة وألواني جاهزة، يعني مجرد إني راح آخذ هاي ظل ولا ضوء نفس الشيء وأخلصها، وبعدين انتقل للخلفية اللون اللي انا الحين لونتها هني. انا بالامكان يعني كنت حابة باللون حتى بياضة الورق، مثل ما قلنا مع اللون الابيض بالامكان حتى طشة بسيطة كذي من اللي هو لون من الحبر. انتوا عندكم اياه اللون، ارجو ان تستفيدوا منه بعدين. يعني الدورة الحين مجرد احنا نخلص، أتمنى أني أشوف نتيجة بعدين للتنفيذ بالحبر وشوية يعني مع الجسو. أنا الحين اللي حطيناه نشف الجسو، بإمكاني بس بالسفنجة أو بالقماشة ويطلع لو أنا خليته شوية يجف وهو شوية بارز ثيك يعني. فأتمنى أشوف نتائجكم. طبعا في شغلة، يعني انا لو حبيت ان اضيف تتشات في الضوء الابيض بامكاني اخذ من اللون نفسه واضيف، بس انا ما محتاجة، يعني بامكاني اضيف درجة واعطي تتش هني، بس انا ما محتاجة لان الالوان عندي المجلة، يعني الوان المجلة غطت بشكل جميل. يعني يمكن انا ضفت شوي للشفه لون، يمكن عطيت هني تاتش بسيط، بس يعني البياضات ما احس ان انا ابي ابرزها اكثر، مرتاحه من لون المجله اللي عطاني اياه. فشوفوا النتيجه والحين ابي اشوف شغلكم ان شاء الله. نشوفهم شلون احمد اذا متواصلين. ما فيها اكو، في عندي مالت خلصت هاي ما شاء الله جميلة. هذه هدى، شغل هدى روعة كلش حلو، طبعا شغلها ما يبين كلش روعة، يعني عطتنا الخلفية كلاسيك يبين. اكو عندي هني
فاللون جميل طالع، حتى الظل اللي حطيته جنب الرقبة كلش روعة. يعني أنا أقول برافو صراحة، ما أدري يعني عجيب عجيب شغلها، شغلها جدا جميل. يعني هدى بدعتين الدرجة، حاطة الظل صح، موزعة الألوان إذا تلاحظون صح، كلش حلو جدا جميل التوزيع عندها. ما شاء الله نتائجكم. الله، وهي منيرة ما شاء الله، يعني بصراحة روعة. يعني اللي عاجبني في الشغل انه في تلقائية وفي جمال. يعني شوف اذا يبين عندكم ترى شغلهم جدا رائع. اتمنى والله يعني اذا ينعرض. هاي الحين شغل منيرة، هاي شغل منو؟ منيرة ما شاء الله، طالعين نتائج ولا اروع. الله، هاي منو؟ مريم الفراشة بعد، هاي وين حصلتينها؟ ما شاء الله، يعني حتى تلاعبكم بالدرجات مريم، أبدعتين في اختيار الدرجات. دائما الدرجة اللون الأخضر تعطي جمال مع البنفسجي، فهي عطت الشعر بنفسجي وعطت اللي هي يعني الباكي جراوند أخضر، فجميل جدا جدا. والله بدعتون وبرافو عليكم، يعني جدا يعني رائعين صراحة. أنا كلش سعيدة في الإنتاج الجميل، حتى الشفايف هاي وين حصلتينها حلوة. الضوء الظل جدا توزيعه ممتاز ما شاء الله، نتائجكم مبهرة. يعني هاي منو أشوفها؟ وهذه دنيا، من وين رحتين جبتين تركيا يا دنيا؟ هاي طبقت يبين عندكم، تشوفونها شباب طبقت، راحت جابت تركية تركية يعني وحطتها. يعني صراحة ممتازين، شغلكم جدا جميل، يعني توزيع حلو، اختيار جدا روعة. يعني كل واحدة اعتقد ان هي تستحق ان هي تبروز هاي العمل، انتاج جميل. الحين اللي طلعت لي شفت دنيا، شفت مريم، شفت منيرة، شفت هدى، ما شاء الله. يعني شغلكم ولا اروع، ونتائج صراحة مبهرة. ما توقعت الدرجات هذه يعني من الاتقان. شغلكم روعة روعة روعة، تسلميتكم. يلا انا باقي الباقي تقريبا اعتقد ان انتون يعني مسوين شغل روعة. يعني طلعتوا من نتائج كلش حلوة. وين الباقي؟ لان تشوفون شغل جدا جميل. يعني الحين لو انتوا شفتون انا شلون اجهز راح تسوون بسرعة. يعني الواحد بامكانه حتى يشتغل سريع. يعني هاي الحين واحدة جهزت ما اخذت وقت طبعا، وهذه أنا قاعدة أجهز إن أشتغل مقسمة عشان بس أراويكم. أبيكم تطبقون دي القاعدة، إنه مجرد أنت تعرف الضوء والظل على الأقل حط لك إشارات. يعني أنا هني دائما مثلا في التقسيم عندنا الضوء عندنا الظل، يعني لازم تقسمونه صح يكون عشانكم واضح. يعني هاي هني لازم يكون في درجة من الألوان الغامقة. يعني لو جيت لهاي المجموعة راح أبدي أقطع هني الغامق وبعدين أبدي أحط اللون الفاتح، فطبيعي يعني دائما نشوف التضاد، فطبيعي راح يبرز الوجه إلى قدام. يعني مجرد الحين أبدي أركب راح تشوفون نطلع بنتيجة حلوة. هاي عندي هني ضوء، عندي قصدي ظل طبعا جاي للخشم. انا هاي اللي هي اللي هي بهذه الطريقه، ومجهزه كل ورقي امشي على طول. كل ما حصلت مجموعه لونيه بديت اجمع.
يعني ممكن انا اقول لا انا خلصت من هذه المجموعه راح اشيلها وراح ابدا مثلا مع مجموعتي هذه اللي هي شوفوا وحده اللون راح ابدي اقطع اللي هي هاي المجموعه هاي الدارك هاي مثلا ممكن ادخله حتى في الشعر هاي هني مثلا ممكن استفيد من دي الدرجات حتى للشعر احنا وشطارتنا هاي مجموعه مثلا ممكن ادخلها في درجات الفاتحة المهم ان الواحد اللي نحب يشتغل يجهز نفسه تجهزون العملة مثلا جيت لهذه البنت بهاي الحركة يعني هاي يكون عند هاي المنطقة كلها مضللة طبعا عشان يطلع الشكل جميل عندي مثلث دائما هذا مثلث الضوء هني وبهاي الطريقة بنكون احنا تقريبا خلصنا بس ابي اشوف نتائجكم لان لو بتركوني راح اشتغل اركب في هاي ابدا اركبها واطلعها عليكم راح تشوفونها بسرعة شلون حلوة لان انا مجهزة المجموعة اللونية انا تقريبا خلصت بس انتظر اشوف النتائج و راح اعطيكم بعد يتهيألي ناخذ بريك عشان بس نستلم النتائج ونشوف انتون وين وصلتون لان الحين تقريبا من 10:04 باقي الباقي ان شاء الله اشوف نتائجهم عشان نختم ونكون خلصنا انا تقريبا احنا خلاص يعني فبعدين بس ارجع واشوف عشان نختم الورشة ونشوف ان شاء الله بعطيكم تقريبا 10 دقائق ونرجع عشان لما كمل يكمل اوكي نلتقي ان شاء الله بعد 10 دقائق طبعا رجعنا الحين وتقريبا في نتائج حلوه انا قاعده اشوفها انا طبعا مدام اعطيتوني بريك قاعده اشتغل ما اقدر اوقف قاعده اشتغل على هاي المجموعه اللونيه مثل ما قلت لكم يعني شوفوا بديت في البناء الوجه عندي واضح وهو انا ماخذتنا من هاي الوجه وقاعده اشتغل عليه طبعا اتمنى ان انتم تواصلوا ان شاء الله بعد هذه الورشه ونشوف النتائج الحين انا صراحه يعني عاجبني جدا شغل اللي قاعده اشوفه عندي ما شاء الله راح اراويكم الحين عندي اشغال حلوه هاي طبعا واضحة عندي الأشغال هني راح أشوف هذا شغل هدى يعني أنا أقول لك هدى برافو صراحة شغل جدا جميل ويعني صراحة بدعتين ومتمكنة صراحة أنا أقول واصلي وراح تشوفين النتائج اللي تطلعينها يعني قاعدة أطالع إن عندك الضوء الظل إبداع حتى الفستان فيه شغل حلو الخلفية جدا جميلة يعني عمل متكامل وأنا حبيته جدا وراح نشوف عندنا شغل هني شغل أعتقد مريم هاي شو اسمها منيرة منيرة ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا أحب العفوية اللي انتين فيها هاي اللي حاطتنها الشغل جدا رائع طبعا يمكن انتي تحبين تكملين تحت او بالتركينة بهاي الطريقة في كل الحالات حلو واتمنى ان يعني هاي الشغل طبعا اكيد راح ينعرض عندي بعدين شغل الانيقة جدا اللي حط لنا فراشة واللي هي شغل مريم شو شلون البنت انيقة ومرتبة كأنها لاعبة باليه مريم شغل جميل صراحة برافو عليش يعني حتى التوزيعات مال الضوء والظل جدا حبيتها توظيف اللون يعني هاي اللي أحب أقوله في الكولاج أو حتى في الفن بشكل عام يعني أنا مو لازم أروح أسوي الشعر أسود أو الشعر بني أو الشعر يعني حلو يا مريم إن أنتين جيتين لدرجة الشعر اللون بنفسجي جدا حابتنا ودرجة الوجه اللي هي مشتق من البنفسجي درجات الأفتح مو لازم احنا نروح للريال يعني اللي هي الدرجات الواقعية انا عندي هني كمان ونطلع اللي هي
شغل هني أعتقد هذه دنيا دنيا بعد ما شاء الله بدعة وراحت وطبقت الدرس ولصقت تركيا بشكل يعني فيها تلمس تكستشر واضح. وحبيت حتى أولا يعني الميلان مال الوجه جدا جميل. قطعة الخشم اللي حطيتينها روعة، يعني أنا مو لازم أرسم خشم واحد ما أعرف يعني العرض والطول، كفاية علي القطعة هاي اللي يجي شاهد راح يشوف إن هذه اللون اللي حطيتين هاي الخشم وراح يعرف إن هذا الضوء، يعني جدا صراحة شغل جميل. أنتون يعني كل ما طالع شغل واحدة أنبهر فيها. طبعا حتى هني عندي الشعر، يعني اللون مال الورق مع الشعر مع البياضة يكفيني من هالعمل، إن جيتين بالضوء وجيتين بالظل، يعني في عندك الألوان واضحة في الكونتراست مالتها عالي، وال يعني عندك تناغم جميل وتضاد يعني حلوة ورائع الشغل. طبعا هاي هني عندي شغل أعتقد هاي لأنه أصفر ما قاعدة أشوف الاسم، شغل منو دي؟ شوفه لي الاسم ما يبين عندي، شايفتها من شوي بس بعد شغلها رائع رائع. هاي منو؟ أنا شوي كنت شايفتها حصة كأنه بس ما أقدر أشوف الاسم. حصة حصة بدعتين بدعتين، وراح تكون النتائج يعني صراحة كلكم كل واحدة فيكم متفردة بشي، بس كلكم جمال وتميز صراحة رائعين. يعني أحصة حبيت المجموعة اللونية اللي عندش أبيض وأسود والشعر، يعني هم في سواد بس أضفتين لي درجة البني. إخراج جدا جميل للعمل، حتى اتجاه البورتري يعني واضح وين قاعد يطالع وين جاي الضوء وين جاي الظل، روعة روعة. هني طبعا عندنا هاي شغل من شغل فجر، فجر شغلش حلو جدا طبعا، يعني رائع توظيفش الى الازرق مع درجات الاسود كلش واضح كلش روعة. انت يمكن الحين ما لونتين الخلفية بس ترى ما فيها اي اشكال، لو انه يعني حتى تركناها ابيض، ولو اخذتين يعني مثلا الحين عشان انت عشان ترتاحين مو لازم تلونين الخلفية، لو جيتي مثلا مع الازرق دخلتين مثلا الاورنج حوطينها مثل ما انا سويت، يعني مثل هني مجرد تمشين على الإطار كفاية كفاية، يعني راح يطلع في الأبيض خلاص يكفي. يعني انت بإمكانش تجي من برا، يعني تجي من الخارج هاي وتركي أبيض. ورجاء أبي منكم شيء، بما أنكم فنانات بما أنكم خلصتون أعمالكم يا ريت كل واحدة تحط توقيعها الجميل وتحط التاريخ، علشان يعني راح تبقى إليكم هذه بداية طيبة مع الكولاج. و طبعا راح تشوفون بعدين تدرجكم انتوا وين كنتون وشنو يعني الانتاج اول انتاج وشنو المرحلة وين وصلتون. انا طبعا صراحة يعني اولا انبهرت بالنتائج وهاي الشيء يريحني، لان حلو ان الواحد لما يقعد مع يعني المجموعة يعلمها يشوفها ان هي لقطت بسرعة فهمت بسرعة، وهم النتائج اللي جبتونها جدا رائعة. أنا جدا مبسوطة، أتمنى أشوفها معروضة. طبعا راح المؤسسة يعني اللي عرفت أنه يعني طبعا يخرجونكم من هذه الدورة، يعني الدورات اللي دخلتونها، وأكيد هاي الأعمال سواء قعدت عندكم في بيوتكم أو صرفتم فيها أتمنى أنه تقعد في إطار حلو جميل، وبعدين ان انتون يعني تعلقونها في بيوتكم. و يعني اتمنى ان احنا نلتقي ان شاء الله في ورش قريبه،
وراح نكون على تواصل. بس أنا راح أعطيكم انستغرامي، يا ريت تدخلون تشوفون، لأن أنا عندي تجارب متنوعة في الكولاجين. طبعاً ما منزلة كل شيء، بس في هاي الدورة حين شجعتوني راح أنزل شغلي، لأن أنا عندي شغل تجارب متنوعة في الانستغرام مالي. في يعني وتاركة روحي حرة، أعتبر أن الفن الواحد ما يشبع منه، وأحيانا الواحد يشتغل كأنه شغل طفل. بس حاولوا تروحون تشوفون للفنانين نفسهم، واللي يحب يتابعني طبعا او يشوف شغله على انستغرام راح نعرض نتائجكم. يعني انا اتمنى ان شاء الله توصل كذي الاعمال ونتشارك وتتعلمون، يعني سواء تابعتوني او تابعتون اي فنان في اي مجال انتم تحبونه اكيد راح يدخل عليكم فايده كبيره. طبعا انا يعني مثل ما قلت لكم انتم شايفين النتائج اللي سويناها، راح اختم لكم فيها عشان احنا راح نختم. فانا سويت عشان بس يبين عندكم الى الورشه مجموعه الوان. هاي نفس الشيء هني بعد، يعني كل الورق ومدخل عليه عشان بس للاخير عشان بس نستفيد. هاي مدخلة عليه يعني مجموعة اللون طبعا والورق. طبعا يمكن تشوفون الباقية ما عليها لون، هني ممكن انا داخلة باللون. طبعا هاي كلها اشتغلتهم عشان الورشة. هاي عندي هاي العمل واحد وهذا العمل الثاني، هاي كلها اشتغلتهم سريع عشان بس اراويكم اياهم في البورتري. طبعا هاي عندي هني بعد فيها تكستشرات، ما ادري اذا تبين فيها تكستشر وفيها الجسو وفيها الورق. راح تشوفون ان شاء الله في حسابي في تنوع شلون اوظف، حتى انا اشتغل احيانا على الصوره اللي انا التقطها، يعني ممكن تكون عندي صور انا ما اخذتنها يعني، وشلون اوظفها في خاصة في اللي هو شغل اللي يتعلق بالبيوت القديمة والأشياء التراثية. عموما سعيدة أن كنت معاكم، وأتمنى أن احنا نلتقي مرة ثانية، وأني جاهزة أني أساعدكم في أي شيء تحتاجونه، سواء تتواصلون وياي على تلفوني أو على الانستغرام.